تابع العالم بترقب واضح مجريات الثورة اليمنية التي حققت سلسلة من النجاحات على مستويات متعددة، أولها الإنسان اليمني الجديد الذي صقلت الثورة شخصيته وهويته الجديدة، إضافة إلى طبيعة التكوين الفردي والحزبي والمؤسساتي الذي صاغته الثورة بروح جديدة. قطاع الإعلام كان ولا يزال أحد أهم ركائز التغيير في المجتمعات، وللإعلام العربي في ظل الثورات حكايات وحكايات، فهو الذي رصد الحدث، سجل البسمة والدمعة، وهو الذي صاحب الحناجر المتفجرة في ساحات الحرية والتغيير. الإعلام اليمني الثائر كان سمة فارقة في الحياة السياسية التي عصفت باليمن إبان الثورة، وكان له عظيم الأثر في صياغة الفكر والهوية والتوجه في ظل الأزمة، فالصحف والمواقع الإلكترونية والمراسلون الذين انتشروا في الميادين شكلوا هوية الثورة ولسانها في الوقت ذاته، وأعطوا للثورة قوة حقيقية مؤثرة داخليا وخارجيا. صحيفة المصدر اليمنية كانت من الوسائل الإعلامية الرائدة التي تصدرت الحدث بأقلام المفكرين والنخب السياسية التي تصدرت موضوعاتهم الحدث تغطية وتحليلا، وهو ما أوصل الثورة اليمنية من خلال تكاتف الجهود الإعلامية المتنوعة إلى مرحلة متقدمة من العطاء وتجاوز المكائد، وصولا إلى انتهاء مرحلة علي صالح، وهي مستمرة حتى إزالة بقايا النظام القائم بأشخاصه الذين يمثلون مرحلة الاستبداد والجهل والتبعية.